أعزائي طلاب الصف التاسع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في درس جديد من دروس لغتنا العربية ضمن برنامج التعلم عن بعد. عنوان درسنا الساذجة، قصة قصيرة للكاتب أنطون تشيخوف. سنتناول اليوم إن شاء الله الجزء الأول منه. في البداية دعونا أعزائي الطلاب نذكر ببعض حقوق العمال التي أمر الإسلام بها. فما أهم هذه الحقوق؟ أحسنت، معاملتهم معاملة كريمة، وكذلك بوركت، الشفقة عليهم والبر بهم، وكذلك عدم تكليفهم ما لا يطيقون من الأعمال. من يضيف حقا آخر؟ أحسنت، المسارعة في إعطائهم أجرهم المكافئ لجهدهم. قال رسولنا الكريم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وأخيرا، أحسنت، عدم ظلمهم باقتطاع شيء من أجورهم. قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة. أهداف الدرس: يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تستنتج الغرض العام من القصة، توضح معاني الكلمات في السياق موظفا المفردات في سياقات أخرى مناسبة، تحدد الأحداث الرئيسة في القصة. التعريف بالكاتب: من كاتب القصة؟ أحسنت، إنه أنطون تشيخوف، طبيب روسي وكاتب مسرحي ومؤلف قصصي كبير، يعد من أفضل كتاب القصص القصيرة على مدى التاريخ ومن أبرز الأدباء الروس. كتب المئات من القصص القصيرة التي تعد إبداعات فنية كلاسيكية في حد ذاتها، كما أن مسرحياته كان لها تأثير عظيم في دراما القرن العشرين. وبدأ تشيخوف الكتابة عندما كان طالبا في كلية الطب في جامعة موسكو، ولم يترك الكتابة حتى أصبح من أعظم الأدباء، واستمر أيضا في مهنة الطب. ومن بين أعماله الشهيرة العم فانيا وبستان الكرز والأخوات الثلاث. القراءة والاستيعاب: القراءة الصامتة. يجب عليك عزيزي الطالب أن تقرأ القصة قراءة صامتة لتستوعب أحداثها وتحدد غرضها العام. قم بإيقاف المقطع لمدة 5 دقائق واقرأ النص، ثم من خلال فهمك أجب عن الأسئلة المعروضة أمامك. الغرض العام للقصة: بالتأكيد عزيزي الطالب من خلال قراءتك النص استطعت أن تحدد الغرض العام من القصة. فما غرضها العام؟ أحسنت، تسليط الضوء على ظلم المجتمع لفئة العمال والخدم من الضعفاء والمسالمين. القراءة الجهرية: استمع عزيزي الطالب إلى القراءة النموذجية لهذا المقطع من القصة، ثم تابع قراءة القصة قراءة صحيحة ممثلة للمعنى مستعينا بإرشادات القراءة الجهرية. طلبت قبل بضعة أيام من مربية أولادي جوليا فاسيليفنا موافاتي في غرفة المكتب، وقلت لها: تفضلي بالجلوس جوليا كي نسوي مستحقاتك، ويبدو أنك تلبسين رداء الرسمية والتعفف لأنك لم تطلبي مني رغم حاجتك الماسة للمال. حسنا، كنا قد اتفقنا على مبلغ 30 روبلا في الشهر، بل 40. قالت باستحياء. رددت عليها: كلا، اتفاقنا كان على 30، ودونت ملاحظة بذلك.
أدفع إلى المربيات 30 روبلا عادة، ولقد عملت هنا مدة شهرين، لذا 2 شهر و5 أيام، قالت مصححة لي. معاني المفردات. هيا بنا أعزائي الطلاب لنحدد المعاني السياقية لبعض مفردات النص. يذكر الكاتب في بداية قصته أنه طلب قبل بضعة أيام من مربية أولاده أن توافيه في غرفة المكتب. فما معنى بضعة؟ قبل بضعة أيام. أحسنت، إنها تدل على عدد من 3 إلى 9. وما معنى موافاتي في غرفة المكتب؟ بوركت، أي ملاقاتي أو مقابلتي. ثم يذكر سبب استدعائه المربية، وهو تسوية مستحقاتها بعد أن انتهى عملها لديهم كمربية. فما معنى نسوي؟ أحسنت، نتفق عليها أو ننهيها. وقد كان الاتفاق كما يرى على مبلغ 30 روبلا، ففي أي البلاد تستعمل هذه العملة؟ أحسنت، في روسيا. إذن الروبل هي العملة الروسية. أحداث القصة. حول من تدور أحداث القصة؟ أحسنت، تدور حول مربية تعمل عند أسرة برجوازية. ولماذا دعاها سيد المنزل إلى المكتب؟ بوركت، لكي يسوي لها مستحقاتها ويدفع لها أجرها عن فترة 2 الشهرين اللذين عملت فيهما عنده للعناية بالأطفال. فماذا فعل؟ لقد تعمد استفزازها وقام بخصم جزء كبير من أجرها متعللا بأعذار واهية ككسر كوب أو تمزق معطف أو سرقة حذاء. إلا أن جوليا لم تعترض واكتفت ببكاء صامت، وبعد أن انتهت الخصومات إلى نقص كبير في أجرها بما ردت عليه؟ أحسنت، بكلمة شكرا. فماذا فعل؟ لقد غضب كثيرا وقال لها: شكرا على ماذا؟ لقد سرقتك ونهبت مالك، فعلام تقولين شكرا؟ لماذا لا تدافعين عن حقك؟ فبما أجابت جوليا؟ بوركت، أجابت بأن غيرك لم يعطني شيئا. وبما فاجأنا الكاتب في نهاية القصة؟ أحسنت، لقد فاجأنا بأن رب الأسرة لم يأكل حقها، بل أعطاها أجرها كاملا، إنما أراد أن يلقنها درسا لا تنساه. وما هو هذا الدرس؟ بوركت، أن تدافع عن حقوقها دون استحياء أو خوف. إذن من خلال ما سبق، ما الحدث الرئيس الذي دارت حوله القصة؟ أحسنت، تسوية صاحب المنزل مستحقات المربية. وما الأحداث التي اندرجت تحت هذا الحدث؟ بوركت، قبول المربية بالتسوية وشعورها بالظلم والانكسار، وكذلك كشف صاحب المنزل حقيقة المقلب المدبر للمربية وهدفه من ذلك، وأخيراً إعطاء صاحب المنزل المربية مستحقاتها كاملة وتفاجؤها بذلك. نشاط. بعد أن تعرفنا على أحداث القصة وحددنا غرض الكاتب منها، لنبدأ بالأنشطة للتدريب على المهارات السابقة، حيث سنحدد في هذا النشاط معاني بعض الكلمات في سياقها، ثم سنختار إحداها وسنوظفها في سياق آخر بمعناها نفسه، ثم سنقوم بتوظيفها في سياق جديد وبمعنى مختلف عن المعنى الأول. لاحظ معي كلمة حاشية. واكتفت المسكينة بالنظر إلى حاشية فستانها. فما معنى حاشية الفستان؟ أحسنت، جانبه أو طرفه. فلنجعلها في سياق آخر مستخدمين المعنى نفسه. أحسنت، طرزت المرأة حاشية ثوبها.
والآن دعونا نوظفها في معنى جديد. أحسنت، وصل الأمير مع حاشيته، والحاشية هنا الأهل والخاصة. لاحظ عزيزي الطالب أيضا كلمة تعقب، حيث بدأ سيد المنزل بتسوية الحساب وباختلاق الأسباب للخصم من أجرة المربية، لكنها لم تعقب، فما معنى تعقب؟ أحسنت، لم تعلق. وكذلك ما نبست ببنت شفة، فما معنى نبست؟ أحسنت، أي لم تتكلم. كما كست محياها حمرة شديدة، فما إعراب شديدة؟ أحسنت، إنها نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والآن هيا بنا إلى أنشطة الكتاب. افتح كتابك عزيزي الطالب الصفحة 72. أولا، لغة النص. أيعقل أن يوجد في هذا العالم النابض بالظلم إنسان بلا أنياب أو مخالب؟ حدد من خلال السياق معنى الكلمة التي تحتها خط في الجملة السابقة، ثم وظفها في سياق آخر. المعنى في سياق النص. أحسنت، الممتلئ. الكلمة في سياق جديد. بوركت، قلب الأم نابض بالحب والوفاء. النشاط الثاني، وسيل من جراحات الإنسان المعذب في أرجاء غابة الظلم يندح في أوردتي. مرادف كلمة يندح في المعجم يتسع، لكن معناها في السياق السابق. أحسنت، يسري. انتقل إلى الصفحة 73. ثانيا، الفهم والتحليل. ما غرض الكاتب من قصته؟ أحسنت، بيان شراسة المجتمع في التعامل مع الضعفاء والمسالمين. النشاط الثاني، لماذا كان صاحب المنزل شديدا في تعنيفه المربية؟ وما رأيك في هذا الأسلوب؟ أحسنت، لكي يعلمها درسا قاسيا في الدفاع عن حقوقها أو المطالبة بها. وأترك لك عزيزي الطالب التعبير عن رأيك. النشاط الثالث، ما سبب الدموع التي أغرقت عين جوليا وهي تسمع كلام صاحب المنزل؟ بوركت، إحساسها بالظلم الذي لم تستطع دفعه. وهكذا نكون أعزائي الطلاب قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة، حيث استنتجنا الغرض العام من القصة، ثم وضحنا معاني بعض الكلمات في سياقها، كما حددنا الأحداث الرئيسة في القصة. وسنستكمل ما تبقى من هذا الدرس في حصة قادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.